يا أخواتي، أهلا وسهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من Edu Creator. في هذه الحلقة سنتكلم على موضوع مهم جدا عامة يخص سلامة المواطن في أمريكا. موضوع هذه الحلقة هو ماذا ستفعل إذا أوقفك الشرطي في أمريكا؟ بصيغة أخرى، ما هي حقوقك وواجباتك عندما يوقفك الشرطي في أمريكا؟ قسمت هذه الحلقة إلى ثلاث عناصر مهمة. العنصر الأول الحقوق، سنتكلم فيه على كل حقوقك. العنصر الثاني الواجبات، أو بصيغة أخرى ماذا يجب أن تفعل عندما يوقفك الشرطي. والعنصر الثالث والأخير الذي عنوانه السبب. هنا سنتكلم عن سبب تصدير الحكومة الأمريكية لكل هذه الحقوق والواجبات. قبل أن نبدأ، اعملوا مشاركة في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. شاركوا هذا الفيديو مع أصدقائكم ليستفيد الجميع، خاصة المهاجرين الجدد. لا تنسوا أيضا متابعتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. بدون إطالة نذهب إلى العنصر الأول الذي عنوانه الحقوق. إذا لم تقم بأي مخالفة وليس لديك أي مشاكل مع العدالة وأوقفك الشرطي في أمريكا، أهم الحقوق والتي نعرفها جميعا وأيضا نسمعها كثيرا في الأفلام الأمريكية، You have the right to remain silent، بمعنى لك الحق ألا تتكلم ولا تجيب على أي سؤال يسألك عليه الشرطي. كما قلت من قبل، إذا لم تقم بأي مخالفة فقط. يمكن أن تسأل أنت الشرطي عن اسمه، يمكن أن تسأله عن رقم شارته، وأخيرا يمكن أن تسأله عن سبب توقيفك. إذا مثلا قال لك الشرطي بأنك لم تتوقف عند الستوب ساين أو الإشارة الحمراء، أو مثلا السرعة في الشارع 35 مايل وأنت كنت تمشي 50 مايل، إذا كنت متأكد بأنك لم تقم بهذه المخالفة فقط قل له بصوت عالي I have the right to remain silent، وهذا يعني بأنك لا تريد أن تتكلم معه. ثم أطلب منه إحضار رئيسه أو أي شرطي آخر برتبة أعلى منه. إذا كنت متأكد فلا تخف، لأنهم عندهم كاميرات في السيارة وأيضا يلبسون كاميرات تسجل كل المخالفات والمحادثات. لديك الحق أيضا أن ترفض تفتيش السيارة. قل لهم Am I under arrest؟ وهذا يعني هل أنا معتقل الآن؟ إذا قال لا، قل له هل أستطيع الذهاب؟ Am I free to go؟ هنا سيقول لك مباشرة نعم ويمكنك أن تغادر. إذا قال لك لا وأنت لم تقم بأي مخالفة، أطلب التكلم مع شرطي ذو رتبة أعلى منه. هنا سيقع الشرطي في مشكلة كبيرة مع مديره ومع العدالة الأمريكي، ويمكن حتى أن يفصلوه من عمله. لهذا هذا السؤال سيكون الفاصل في سبب توقيفه ومحاولة استجوابه لك بدون أي سبب أو بدون القيام بأي مخالفة. نذهب الآن إلى العنصر الثاني الذي عنوانه الواجبات، أو بصيغة أخرى ماذا يجب أن تفعل إذا أوقفك شرطي، خاصة إذا قمت بمخالفة. أولا، أوقف السيارة في حافة الطريق أو مكان آمن، لا توقف السيارة في وسط الطريق أو في طريق مزدحم وسريع. أنزل نافذة السيارة، ضع يديك فوق المقود، تكلم باحترام مع الشرطي. الشرطي سيسألك عن بعض الوثائق، سيسألك دائما عن رخصة السياقة driver license، التأمين insurance، وتسجيل السيارة the car registration. انتبهوا، مهما كانت المخالفة لا تنزل أبدا من السيارة ولا تنزع يديك من المقود أو تمد يديك في مختلف أرجاء السيارة كالعلب الموجودة في السيارة أو تحت الكراسي، لأنه هذا سيجعل الشرطي يشك بأنك تبحث عن ويمكن له أن يطلق عليك. لهذا يجب أن تنتبهوا جيدا إلى هذه النقطة. إذا أوقفك شرطي لا تلعب بأيديك في أرجاء السيارة. إذا كانت المخالفة خفيفة حاولوا أن تعتذروا للشرطي عدة مرات، وهنا القرار سيعود إليه. في معظم الأوقات إذا كانت المخالفة خفيفة أو إذا كانت أول مخالفة لكم، يمكن للشرطي أن يعطيكم فقط إنذار warning، أو يمكن أن يصفح عنكم كليا. قبل أن نذهب إلى العنصر الثالث، أريد أن أنبهكم إلى نقطة مهمة. لا تحاولوا أن تعطوا رشوة للشرطي، لأن الشرطي في أمريكا يحمل كاميرات تسجل كل المحادثات، وهذا سيؤثر فيك كثيرا أثناء الجلسة في المحكمة.
لنذهب الآن إلى العنصر الثالث والأخير الذي عنوانه السبب. ما هو سبب صرامة كل هذه القوانين سواء ضد الشرطة أو ضد المواطن؟ السبب الوحيد هو انتشار في أمريكا وانتشار حوادث في هذه المواقف وكثرتها عندما يوقف الشرطي المواطن. في بعض الأحيان المواطن يقول بأن الشرطي أوقفه بدون سبب أو أوقفه لأنه، والشرطي يقول ضربته أو عليه لأنه مدد يده ليأخذ من تحت الكرسي أو من داخل علبة السيارة. لهذا قامت الحكومة الأمريكية بتصدير كل هذه الخطوات والقوانين يجب على المواطن والشرطي أن يتبعوها ويحترموها أثناء هذه المواقف والحواجز الأمنية. وفي السنوات الأخيرة قامت بإضافة كاميرات خاصة، كل شرطي في أمريكا يحمل بودي كاميرا تسجل كل شيء لتفادي أي مشاكل بين المواطن والشرطة أو المواطن والعدالة. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، أتمنى أن نكون قد أفدناكم بهذه المعلومات. شاركوا معنا تجاربكم مع الشرطة في أمريكا في التعليقات لكي يستفيد المهاجرين الجدد. اعملوا مشاركة في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. إذا عندكم أسئلة اطرحوها في التعليقات وسنحاول أن نجيب عنها. لا تنسوا متابعتنا في وسائل التواصل الاجتماعي. انتبهوا جيدا على أنفسكم وسلامتكم. حظ موفق للجميع. Good luck to you guys and bye.